مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حديث المنتصف. نناقش اليوم كما هي العادة عدد من الملفات الأمنية والسياسية المتواجدة على الساحة الوطنية. مشاهدينا الكرام، في أول ملف نناقش الأوضاع الأمنية والتدهور الأمني في مدينة عدن، حيث يتواصل مسلسل التدهور الأمني بالعاصمة المؤقتة عدن، فيختلط الحابل بالنابل بين عمليات إرهابية تطال المسؤولين العسكريين والأمنيين والمنشآت العسكرية والحكومية، ومحاولات اقتحام القصر الرئاسي بعدن. وليس فقط ذلك، فقد طالت الاغتيالات عددا من القيادات الميدانية التابعة للمقاومة الشعبية. واليوم تم العثور على جثة قيادي في المقاومة الشعبية في عدن بعد اختطافه لفترة من قبل مجهولين، وتم التشويه والتنكير بجثته. ولمناقشة هذه التطورات نستضيف القيادي في المقاومة الجنوبية المقاومة الشعبية بعدن نبيل الصانع. سيد نبيل، نعم سيد نبيل، بداية هناك خبر وردنا للتو عن مقتل محام في شارع المنصورة قبل أقل من نصف ساعة، هل لديكم معلومات عن هذه الحادثة؟ لا والله يا أخي الكريم، أولا بداية نشكر قناة شباب على هذه الاستضافة الكريمة. نعم. ولتسليط الضوء على ما يحصل في محافظة عدن هذه الأيام. نعم، ونحن بالنسبة للحادث اللي نعم. أيوه نعم. ونحن بالمقابل نشكركم أيضاً على تفاعلكم، وأيضاً أن تكونوا ضيوفاً معنا في البرامج والنشرات ليصل صوتكم إلى الناس وإلى العالم أجمع أيضاً. إن شاء الله، حياك الله. نعم. بالنسبة للحادثة هذه ما وصلنا خبر عنها إلا منك الآن. نعم. لكن أصبح الأمر غير مستغرب، يعني الآن اليوم في كل يوم نسمع عن حادث مثل هذه الحوادث. نعم. حوادث القتل والاغتيالات والتدميرات. سنتحدث اليوم عن القيادي في المقاومة الشعبية الذي وجد مقتولا، وهو عبد العزيز الراوي، هل لديكم معلومات لو تطلعونا عن أي جديد عن ما حصل لهذا القيادي في المقاومة الشعبية؟ بداية ننقل تعازينا لأبناء عدن جميعا ولأفراد المقاومة فردا فردا ولكافة أبناء الشعب اليمني باستشهاد أخونا الشيخ الراوي وبهذه الصورة المقدسة الذي يعني تم استهدافه بها. لكن في الحقيقة يا أخي الكريم ما عندنا الآن تفاصيل عن كيفية تمت هذه المسألة، لكنها هي لا تخرج عن إطار استهداف القيادات العسكرية وقيادات المقاومة التي وقفت في وجه التمرد الحوض عفاشي. نعم، هل لديكم ربما معلومات عن كيف تم اختطافه وكيف وجدوه مقتولا ولماذا ايضا تم استهدافه؟ قلت لك اخي الكريم ما عندي تفاصيل دقيقه. نعم. عن كيف تم استدراجه او اختطافه، لكن قد بدلت الاخبار تفصل انه اذا مقتول في منطقه الاملاح في دوله التزوفي، نعم، في مكان يعني نائي هكذا، وقد تقريبا تم توجيه جثته بعد قتله وكان مربوط، واضح انه تم استدراجه لهذه الاماكن، ما ادري لكن تفاصيل الطريقه، لكنها نعم. في الاخير تستهدف نعم سيد نبيل، بالطبع شخصية القيادي في المقاومة عبد العزيز الراوي شخصية معروفة في الأوساط الشعبية في عدن، وكان قيادي في جبهات القتال وتصدر تحرير المدينة من ميليشيا الحوثيين. نعم. وصالح، هل من الممكن أيضا أنتم نعم. حضرتكم أن تطلعون أكثر عن شخصية هذا الرجل الذي قتل ووجد مقتولا، كيف كانت شخصيته، كيف كان في المعارك، كيف يعرفه الناس في عدن؟ يا الشيخ الراوي كان من أول الشباب الذين اندروا ووقفوا في وجه التمرد وفي وجه التمرد العفاشي الحوثي الذي بدا يصل الى اطراف مدينه عدن، ومن خلال تواجده في منطقه البريقه استطاع ان يجمع حوله الكثير من الشباب من ابناء المنطقه ومن المديريات القريبه وتكوين جبهه مقاومه كبيره جدا. بالنسبه لنا نحن كعلاقتنا بالاخ الراوي من خلال جبهه المقاومه التي كانت موجوده في منطقه التوائي والقلوعه والمعله وكريتر.
كنا على تواصل مع الاخ الراوي، وكان من اكثر الناس الذين ساندوا قبائل السواهي الذي كانت في مواجهه مباشره مع القوات الحفظ العفاشية، وصمدت في وجه اكثر من 45 يوم. كان الاخ الراوي هو اكثر من يتواصل معنا، من يمدنا بالسلاح وبالوقود وبما نحتاجه للصمود، من خلال تواصلنا معه ومن خلال التواصل عبر البحر بين السواهي والبريطة. نعم، هذه كانت علاقتي العلاقه الخاصه اللي كانت بيني وبين الاخ الراوي. اذا سيد نبيل، يعني اعود واذكر ايضا للساده المشاهدين عن الخبر الذي يتعلق باغتيال احد المحامين في شارع الستين في مدينة المنصورة بعدن برصاص قناصة في أحد الشوارع. نعم، هذا هو الخبر الذي حدث، أو ربما هذه الحادثة التي حدثت قبل أقل من نصف ساعة من الآن. هنا أتساءل سيد نبيل، نعم، تزايد مثل هذه الحالات، عبوات تفجير وأيضا سيارات مفخخة، وهذه الحادثة أيضا ظاهرة قنص وهي الأولى من نوعها التي تحصل في مدينة عدن، برأيك من المستفيد؟ من يقف وراء مثل هذه العمليات؟ يا أخي، أنا رأيي واحد وثابت في هذا الموضوع، أن هذه استمرار وازدياد للحرب القائمة، وإن كانت بشكل آخر، وهذه العمليات زادت وتيرتها في هذه الأيام وخلال هذا الأسبوع بشكل كبير وبشكل لافت، مع تقدم المقاومة وزيادة الضربات الموجهة لصنعاء، فكأنما المتمردون الحوث عفاشيون يريدون يوصلوا رساله للعالم وللناس وللداخل والخارج بان الحرب لا زالت قائمه عبر خلاياهم المتواجده، عبر يعني ما تم تجهيزه من خلايا كانت نائمه والان استيقظت. فهو يا اخي انجزاز للحرب شيء طبيعي، فهم يريدون ان يوصلوا رساله ان الحرب قائمه، وانه مثل ما تضرب صنعاء اليوم تضرب عدن، وانه لا مكان امن ولا مكان لمنطقه محرره. نعم، هذه الرجال اللي يرجون، المستفيد الوحيد من وراء هذا الموضوع هو عفاش. المساله واضحه يا اخي، لا نجيب، لا يجب ان نشوف شمالا ولا جنوبا، لا نحمل المسؤوليه. سيد نبيل، يعني هذه ربما ليست الحادثة الأولى التي تستهدف قيادي في المقاومة الشعبية، هنا نتحدث عن قيادات في المقاومة الشعبية، هل هناك أيضا حوادث مماثلة حصلت على الصعيد القريب في الماضي؟ نعم، تفضل سيد نبيل، أنت على الهواء، هل ما زلت معنا سيد نبيل؟ إذا نعيد ونذكر عن حادثة الاغتيال التي حدثت اليوم في شارع المنصورة أو في مدينة المنصورة في شارع 60، والتي استهدفت أحد المحامين ويدعى عبد الرحمن العمودي برصاص قناصة في عصر اليوم. إذا مشاهدينا، نتوجه بفاصل قصير ومن ثم نعود لنناقش المحور الثاني من هذه الحلقة، والذي يتعلق بقيام الحوثيين بتعذيب أحد الشباب حتى الموت في مدينة ذمر. لا تذهبوا بعيدا، نلتقيكم بعد الفاصل. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ولأهمية الموضوع أو المحور السابق عاد إلينا الاتصال مجددا. قبل أن ندخل أيضا في المحور الثاني، كنت قد سألتك سيد نبيل عن الاغتيالات التي تطال قادة في المقاومة الشعبية، بالطبع هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، هل لديكم نماذج أخرى أيضا حصلت لقادة في المقاومة؟ أيوة، الآن نعم، سيد نبيل لو تذهب الى مكان فيه تغطيه من اجل، نعم نعم الو، نعم صوتك الان اوضح من قبل، يعني تفضل. اي نعم، ايوه نعم، تفضل تفضل اكمل. الو سيد نبيل، اسمع. ايوه قلت لك يا اخي، الموضوع هكذا هو امتداد لحاله الحرب، والمتمردون الحوث العفاشيون يريدون ان يوصلوا رساله بان الحرب لا زالت قائمه، وانما مثل ما تستهدف صنعاء تستهدف عدن، ومثل ما تضرب صنعاء اليوم تضرب عدن. زادت الوزيره خلال هذا الاسبوع نتيجه لتقدم المقاومه والجيش الوطني الى صنعاء،
وزيادة الضربات الجوية على المناطق السلاح ومراكز السلاح في صنعاء. نعم. وصلوا رسالة أيضا أن عدن أيضا لا زالت يعني مستهدفة. سيد نبيل، أيضا في الحديث أيضا عن الإجراءات الأمنية التي تتخذها السلطة المحلية وأيضا الحكومة بشكل عام في مدينة عدن، والتي تحاول من خلال هذه الإجراءات التقليل من مثل هذه العمليات. قبل يومين أو 3 أيام قدم رئيس الأمن القومي، رئيس جهاز الأمن القومي الأحمدي، استقالته بسبب ما قال أنه لا توجد تفاعل مع مطالبه لربما لسد الفراغ الموجود، سد الفراغ الأمني الموجود في مدينة عدن. كيف تنظرون أنتم إلى الإجراءات الأمنية في المدينة؟ طبعاً يا أخي كريم، أنت عارف أنه من بعد سقوط عدن وسقوط كثير من المحافظات في يد المتمرد، سقطت كل الأجهزة الأمنية وكل أجهزة الدولة، وضعت الأمنية والأوطان العسكرية والأمنية، ويعاد تركيبها او نقاحها السابق ويحتاج الى جهود كبيره، لكنهم اليوم في جهود جدا من اجل تثبيت الامر في محافظه عدن، لكنها لا زالت يعني قاصره ولا زالت تحتاج الى دعم كبير والى اعداد والى تزويد باجهزه حديثه لكشف مثلا السيارات المفخخه او الناس الذين يحملون المسجلات وغيرها، فنحن نحتاج الى جانب ايضا اعاده تشكيل الجهاز الامني، يحتاج الى اعداد واجهزه حديثه وهكذا يعني حتى يستقيم الامر، لكن في جهود كبيره الان تبذل لتخفيف من هذه الحوادث. نعم، الى جانب ما ذكرت، ما هو المطلوب ايضا من الاجهزه الامنيه في مدينه عدن والسلطه المحليه بشكل عام؟ يعني مثل ما قلت لك، السلطه المحليه تبذل قصار جهودها، وفي جهود الان يعني كبيره سواء من المقاومة أو من أجهزة الأمن الوطنية التي بقيت يعني وتمارس دورها، إلا أن الموضوع يحتاج إلى مجهود أكبر وإلى تجهيزات حديثة تقابل أو تكافئ يعني من جريمة في هذه. نعم سيد نبيل، هناك ايضا حديث عن وصول يعني من يوم الى اخر وصول قوات تابعه للتحالف العربي واليات عسكريه وايضا قوه مدربه، ما الذي تنتظرونه من هذه القوات لمعالجة مثل هذه القصور أو مثل هذا القصور في الإجراءات؟ إن شاء الله فينا احنا نعمل أن هذه القوات المجهزة والمدربة التي سمعنا عنها أنها وصلت في خلال هذه اليومين، نعمل أن هذه تساهم كبيرة في حل مشكلة الأمن، في حل هذا الموضوع، وإعطاء دفعة كبيرة وتثبيت الأمن وترسيخه داخل محافظة عدن والمناطق المحررة أيضا المجاورة. نعم، يعني هذا ما تنتظرون ايضا منهم؟ نعم. بان تحل اغلب المشاكل في الاجراءات الامنيه داخل مدينه عدن. هناك ايضا تصريح لوزير الداخليه اتهم فيها طبعا واضح يا اخي الكريم انه الاخبار في سيد نبيل، يبدو ان سؤالي يصل متاخرا. نعم، كان هناك تصريحات لوزير الداخليه الذي تحدث فيها عن قيامهم بالقبض على بعض العناصر التابعه لهذه الخلايا التي تقوم بمثل هذه التفجيرات، لماذا لا يطلعونهم لوسائل الاعلام للراي العام، يطلعون على الراي العام على النتائج؟ والله يا اخي نحن ننتظر منهم اضاعنا على هذا الامر، هو من المستغرب طبعا، ولكن من المستغرب ان يتم الى الان اكثر من 250 جريمه ما بين تفجير واغتيال بمختلف الاشكال بمختلف الطرق ولا يعلن عن تفاصيله، هل وصل الامر الى اغتيال محافظ المحافظه؟ نعم الاستاذ جعفر، والى الان لم تشر حتى او لم يخرج تصريح يبين لنا ملابسات هذا الموضوع ولا نتائج التحقيقات وغيرها كثير من الحوادث، هذا طبعا واضح من القصور اللي موجود ومن العجز تقريبا الذي موجود واضح. إذا أشكرك جزيل الشكر، كنت ضيفنا في هذا المحور الأول من حلقة أو من برنامج حديث المنتصف للنقاش حول الملفات الأمنية واغتيالات قادة في المقاومة الشعبية داخل مدينة عدن، القيادي في المقاومة الشعبية بعدن نبيل الصانع، كنت معنا عبر الهاتف من هناك، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا ننتقل الآن إلى المحور الثاني المتعلق بمقتل الشاب منيف الجبري.